10 بس. كان هون نطلع على الجزء الاخير، بدنا احاول اطلع من قيمه، بدي اطلع قيم زد 1 وزد 2 اللي هم الديزايرد لوكيشنز تبعت البولز، الدوميننت بولز، بدي زد 1 وزد 2. قبل ما نعملها بس خلينا نتذكر هاي، ايش هاي بتمثل؟ هاي بتمثل الريسبونس للسكند اوردر، ايش نوع السيستم؟ اندر دامت ولا اوفر دامت؟ اندر دامت. لايش؟ ايش الانبوت؟ ستيب. اذا بنتذكر هذا الانفلوب شو كان؟ اي ماينس زيتا اوميجا ان تي، مضبوط؟ ايش كان؟ كان التايم كونستنت، هذا كانه زي التايم كونستنت واحد على زيتا اوميجا ان. طيب والفريكونسي هاي كانت دائما شو بتمثل؟ هاي الفريكونسي اللي بتطلع عليها اوميجا تي. تذكروها هاي دائما، هذه هي عباره عن اوميجا تي، هذا هو، او يعني هذه واحد على او البيريود هاي تتناسب مع اوميجا تي، هذول الاثنين مهمين من هون. فعندي راح احطهم بهذا الشكل، راح اقول انه زد الان بتساوي تي تو ذا ماينس زيتا اوميجا ان تي في اي تو ذا ماينس اوميجا تي. هذول هاي كانها العلاقه ما بين مش زد، شو كانت تساوي زد؟ زد بتساوي اي تو ذا اس تي، مضبوط؟ مش هيك؟ بدون الماينس. فهذول انا بعوض محلهم، زد بتساوي اي تو ذا تي، بس اس شو بتساوي؟ ماينس زد زيتا اوميجا ان زائد اوميجا تي. هون عندي بالهاي، لانها بتساوي سيجما بلس جي اوميجا. هون في شغله نسيناها مهمه، شو هي؟ اوكي مضبوط؟ هلا اذا بتطلعوا على هذه من هون بتصير عندي هلا زد بدها تساوي اي تو ذا ماينس. هلا زيتا اوميجا ان انا عارفها، معروفه زيتا اوميجا ان عندي، مش هيك؟ انا عارف زيتا وعارف اوميجا ان، فزيتا اوميجا ان شو بتساوي؟ بتساوي 0.5 ل 0.92 اللي هي بتطلع 0.46، مضبوط؟ صح مضبوط من هون، مش هاي زيتا اوميجا ان؟ وايش عندي كمان بدي؟ اوميجا تي كمان معروفه، تعوض تعويض الان. فبحط انا هاي بتصير عندي ماي 0.46 وتي قديش؟ سامبلينج تايم واحد. بعدين عندي هون هلا هذا الجي 8 اي تو ذا جي ثيتا شو بتساوي؟ ساين كوساين كوساين ثيتا بلس جي ساين ثيتا، فهاي بتصير كوساين اوميجا تي تي بلس جي ساين اوميجا تي. هلا هدول بقدر اعوضهم تعويض عادي، مش هيك؟ هلا لاحظوا اوميجا لما بضرب اوميجا في تي شو بتعطيني؟ اوميجا في تي دائما ثيتا، مش هيك؟ فثيتا، فهي رح تتعوض ثيتا، بس هون هلا رح تطلع معي بالراديانز، مضبوط؟ اذا بدي احسبها الان حسب بدك تنزل تحسبها بالدجريز. خلينا نحسب، احسب لنا اول شيء اصحاب اي تو ذا ماينس 0.46 قديش؟ وبعدين عندي هون كوساين، هاي رح تكون 0.7967، راح احول هاي الى دجريز بس عشان تسهل عليكم. قديش اي تو ذا ماينس 0.46؟ 0.631. طيب هلا هاي شو اللي عملته انا هون؟ حولت الدجريز بس عشان تسهل عليك، مرات لان الحاسب ما بتعرفش تحول من ديجريز لريدنز، اذا بتحسبها ريدنز زي ما بدك، اذا قالتك الحاسب تاخذ ريدنز بس احسب كوساين 0.7967 بالريدنز، وهاي نفس الشيء بس ما بديتش عدها هون، نفس الشيء اوميجا دي. شو بيطلع معي الان هلا هون 0.631، هذول قديش بيطلع كوساين هاي القيمه؟ قديش؟0.7967 اللي جوا، لما اخذ الكوساين تبعها او عفوا تطلع 0.69. انا هون بطلع الرقم النهائي بيطلع معي، شوف تاكدوا اذا الرقم صحيح، بيطلع معي 0.44 لانه زاد بيطلع تقريبا 45.65 بلس ماينس جي 0.451. تأكد تأكد والله انه هاي صحيحة. مضبوطة؟ شو معناها؟ ايش معناها؟ أول شيء هذا الرقم ايش؟ كومبلكس ولا ريل؟ كومبلكس. مهم نتوقع مش هيك؟ كومبلكس، لأنه احنا السيستم هون اندر دامب، رح يصير لما اوصل عند المرحله هاي رح يكون اندر دامب، فوين هاي الزد رح تكون الزد 1 والزد 2؟ طبعا وين موجوده هاي ايش الرقم؟ هاي 3 بوزيتيف، وطبعا هذا بلس ماينس، اذا
امشي من هون 0.4 يعني اذا هذا الواحد تقريبا هون 0.4 هون 0.4 وبعدين هون راح اخذ كمان 0.45 اذا هذول اللوكيشنز هم ايش؟ هم الديزاير لوكيشنز تبعت الكلوز لوب بولز فبدي هون لازم الروت لوكس يمر في هاي اذا عرفت الان الروت لوكس وين بمر هيهم هذول النقطتين هيهم هذول هينا طلعنا مكان داخل الدائره طبعا هي واضح انه هاي لو ربعتها وربعتها واخذت الجذر القيمه هاي اقل من واحد فصرت انا عارف الان وين بدهم يمروا ايش الخطوه اللي بعدها الان بدي اطلع قيمه ان وبي اللي هي تبعت الكومبنسيتر اللي بخلوا الروت لوكس الان يمر في النقطتين هذول